كيفك عزال؟ ماشي الحال، انت كيفك؟ مثل العادة. بدي احكي معك بشغلة. عن شو؟ رح تعرفي. ها شوفوا حركات الممثلين. يلا روحي على الكافيتيريا. عم بسمعك، تفضل احكي. كنتي محبوسة بغرفة التبديل وطلعتك، مو هيك؟ المعنى؟ ورحت جبت لك موبايلك وما سمحت لهم ينشروا أي صورة. ممتاز، أنا ممنونتك. صار فيني روح هلأ. ما عملت هيك لتشكريني. لكن ليش؟ صار عندي فضول أعرف ليش. لا تقلي عندك ضمير. يمكن كون مغرم إيكي. شو ما بتأمني بالحب؟ عن جد ضحكتني، شو هالمزحة؟ مزحة؟ شو قلتي؟ يعني في أمل؟ هذا الشيء مستحيل، خليك بعيد عني. هف هف. ليش مستحيل؟ بقلك أنا حدا سيء، نحن سيئين، خليك بعيدة عنا أحسن ما تحترقي يا بطلة. يعني عم بتهددني؟ أبداً، عم حذرك. بعد هلأ ما بتحكي كلمة عن القناع، لا تلعبي معنا. أي قناع؟ هذا القناع. مو أنا اللي كتبته. كوني شجاعة واعترفي باللي عملتيه أنسي إيكي. لك يا حلو، أنا ما بخاف منكم أبداً. وقت بدي علق بعلق من حسابي الشخصي، ما بعمل حساب وهمي. ايه هون بعد اذنك. يسلم هالايدين. شكرا كثير. بظن انه هذا هو البيت. بتعرفي شو عم يخطر ببالي يا بنت؟ اذا بيجوا كل سكان منطقتنا كبيرهم وصغيرهم وبيسعون هالبيت. بكر يلا خلينا نفوت لجوا. اوه يا زلمه، ايكيم مو طبيعيه بنور. شو ما لبست وشو ما عملت بيلبق لها. أهلا وسهلا، ليش تأخرتوا هالقد؟ فكرتكن ما رح تجوا. حبيبتي إيكيم، بشكرك لأنك ما خجلتيني وإجيتي على الحفلة. ميليسا عاملة حفلة، يعني رح تنبسطوا على الآخر. إيكيم أنا رايح أشرب شي، ليك بدي أسألك. على مهلك. من أي وحدة شربت؟ لك جاوبني يا ابني، ليش هيك عابس مثل غين تشباط؟ أهلا وسهلا فيكم جميعا. طمنوني مبسوطين؟ أكيد. كتير مبسوطين. شو بدي أحكي لك، حفلة بتاخد العقل. ممتاز. بابا كانت سأل عنك، بتسلم عليه؟ أكيد. تفضل. أهلا وسهلا، شرفت.
كانت؟ كانت؟ مرحبا، كيفك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله. متصنع كتير بوقفته. آسف، خوفتك. لا تواخذيني. لا ابنه. أنت مثلي بتحبي تشوفي الحفلة من بعيد ولا كلامي غلط؟ يمكن أحسن. هالأجواء هي ما بتناسبني. يلا كانت، تعال نرقص. كأني عم بحضر مسرحية كله عم بيمثل على بعضه، وكل واحد له دور، وأنا عم تابع الأحداث منهم. حتى البعض عم يؤدي دوره بشكل محترف. ليش مانك عم بتشاركهم؟ أنت عايش ومتربي بهي البيئة ومتعود على هالقصص. ما بعرف، بعمري ما حسيت إني منهم. تشربي؟ إيه هيك. مرحبا إكيم، بس بدي أسألك عن عائشة، يعني هي منيحة رح ترجع على المدرسة؟ هي منيحة اطمن، بس ما بظن رح ترجع على المدرسة بوقت قريب أبدا. ماشي، بالإذن لك، مع السلامة. إكيم شو بكي لك؟ ليش واقفة هون لحالك؟ دعي معي جو هنيك بياخد العقل. تعالي تعالوا تفرجوا. خلص بكر. أهلين عزيز، كيفك؟ أهلين يا أحلى رفقات. ممكن تسمعوني شوي؟ رح نجتمع كلنا عند لعبة التزلج لأنه في مسابقة حلوة هنيك. يلي بنط أعلى شي في إله هدية حلوة كتير. كتير حلو. رح قلكن شو الهدية، بس بالأول تعالوا نفوت كلنا لجوا لحتى نلبس ثياب السباحة لنشوف مين رح يفوز معنا. خلونا نفوت. يلا 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 إيكيم امشي. شو جنيت بكر؟ مستحيل شارك. لكن ليش جيت على الحفلة؟ خلصيني امشي. ما بدي تصفي يا أنا رايح. بالإذن منك. أمينة؟ خلاص اتركي اتركي. هلأ هنن بنظفو. حبيبتي فهميني انت ليش قاعدة هيك لوحدك؟ ليكي كل الطلاب مبسوطين وعم يتسلوا. لأني ما جبت معي مايو سباحة. أمينة خلاص انسي المايو، انزلي على المسبح بتيابك وأنا بعطيكي تياب ناشفة. يلا يلا قومي. يلا حبيبتي. يا جماعة ليش تاركين هالعصفورة الصغيرة؟ والله عيب عليكم بقى. العصفورة. العصفورة.
العصفورة 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 العصفورة. يلا انزلي أمينة انزلي، يلا انزلي، يلا انزلي أمينة، يلا يلا أمينة العصفورة 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 يلا 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 العصفورة 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 انزلي انزلي يلا العصفورة 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 انزلي يلا 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 انتو شو بدك؟ ليك كيف علقت؟ ما بيصير اللي عم تعملوهم. ليش يا حبيبتي؟ نحنا شو عملنا؟ اي نوع من البشر انتو؟ ما عم بفهم. استني لحظة، انتي مو منتبهة وينك هلأ يا روحي؟ هذا المكان بيتي وقوانيني هي يلي بتمشي. انتو بتزعلوا، عم بتجيبي هالمسكينة مشان تتسلوا فيها وتضحكوا، مو عيب عليكم؟ اف مو فاضي تلك هلأ. في حدا منكن عم يضحك على أمينة شي يا شباب؟ يعني ما بتعرفي تسبح، لازم تشاركينا بالحفلة. شفت كيف وقعت؟ لا تخافي. ما بتعرفي تسبحي؟ صدقيني ما بعرف. أنا آسفة حبيبتي. رح أتجنبك. مو بقصدي حقك علي، بعتذر كتير. إكيم إكيم استني، قليلي شو صار معك؟ لوين رايح حبيبي؟ قليلي ميليسا، ليش هيك عملتي؟ لحتى نتسلى. على شو عم تطلعوا؟ الحفلة خلصت، يلا نلعوا نلعوا، يلا بسرعة، ما بدي شوف حدا. نلعوا أمينة، يلا انزلي.
بدك تروحي مشي على البيت؟ اطلعي لوصلي، خلصيني بقى إيكيم. رايحة لحالي. رح تمرضي إيكيم. شو دخلك أنت؟ شو دخلك؟ هلأ صرت خايف علي يعني؟ بدك تركبي وبتكملي عياطك علي بالسيارة يلا. ما بطلع معك. رح تبردي وتمرضي، تعي اطلعي حتى وصلك يلا خلصيني. ما بدي حل عني. إيكيم أنت لوين رايحة؟ رح تضيعي، تعي لوصلك بالسيارة يلا. لك لا تجني. شو عم تقول أنت؟ فهمني كيف بيصير شيء مثل هاد؟ أنت ما في منك فايدة. فهمني منيح يا فكرة، شو ما صار هالمقاطع ما حدا بيشوفها، عم تفهم؟ لا مستحيل بنتي تفوت على السجن، بحرقكن، سمعتني؟ انت بتعرفي لوين رايحة إيكيم؟ ماشي وما بتعرفي لوين؟ يعني رح تتعبي وتستسلمي بالأخير. مستحيل استسلم. حركاتك الغبية روح اعملها مع رفقاتك. مستحيل صدقك، شايفتك سكتت، روح واتركني أحسن. ناقصني أنا كانت؟ كانت؟ لا تفكر هاي مزحة، يلا اطلع وخلصني. كانت؟ خلص رح اركب معك بالسيارة، اطلع كانت، خلص رح خليك توصلني على البيت، يلا اطلع اطلع، ما بحب هدول الحركات. تمام خلص عن جد رح اركب معك بالسياره، بس اطلع خلص بكفي بقى. انت ليش عم تعمل هيك؟ خوفتني، ما بصير تعمل هالحركات. انت عن جد غبيان، لا شايف هي مسحه؟ خلص تمام ايكي، مش الحال، اهدي. ليش لساتك خايفه؟ ليكني هي انا معك. أربي لا بقى تهربي، معقول يرمي الإنسان حاله بالنار وبيعرف إنه رح يحترق؟ معقول أعشق الشخص اللي دمر حياة رفيقة عمري؟ حبيته، مشيت بنص النار وبعرف إني رح صير رماد. Thank you.
شو عم تعمل؟ اه شو عم تعمل؟ اصحك ترب علي. لك روح. اعترفي بقى. بشو؟ لك انت مين مفكر حالك يعني؟ اه اناني شايف حالك وسخ ومدلل. فيك تخانقيني قد ما بدك، بس برأيي حاجة تكذبي على حالك بقى. شو مانك منتبه؟ أنا عم خليك تواجهي حالك هون. حكيك هاد ما له طعم بنوب. أنت بلشت تحبيني؟ حبك أنت؟ مشان هيك عصبتي لهالدرجة؟ بالحقيقة مو مني، من حالك، لأنك انتبهتي إنك حاسة بشغلات تجاهي وهذا الشي ضايقك، صح؟ يلا يا بطل اعترفي، اعترفي يلا. صرت تفكري فيني. انت خليك بأحلامك الوردية هي اللي بلا طعمة، وأنا رح روح أصحك تلحقني. يا ربي شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ كيف؟ ما كان ناقصني غير يخلص الشحن ليكمل يومي. انت من وين طلعت فجأة؟ انت منيحة؟ شو هاد؟ انتو عم تمزحوا يعني؟ اه؟ شو انتو عم تلحقوني بالدور مرة انت ومرة اخوك؟ وبعدين شو بدكن مني انتو؟ انا خفت عليكي مو اكتر، لانك طلعتي بعد اللي صار بالحفلة. خدي البسي هاد برد. انا منيحة. اكيم؟ أنت مصرة أنك تمشي لحالك؟ إيه، وكتير كمان. طيب، بس إذا مشينا هيك يا دوب نلحق الدرس الثالث، بتعرفي ما هيك؟ بعد 11 ساعة وحوالي 23 دقيقة تقريباً. مستحيل تكون حسبت هذا هلأ. بس أساساً أنت رح تمرضي بعد 6 ساعات و42 دقيقة. إكيم، ليكي شلون عم ترجفي؟ طيب اسمحي لي وصلك على البيت. إيه وكيف؟ يلا. لا تعندي لو سمحتي. ثقي فيني.